السلام عليكم اخوان، معكم سفيان مرزوقي من قناه سفيان مرزوقي نتاع المهاجرين في اسبانيا. وكما عودتكم كل نهار جيتكم باخر المعطيات واخر المستجدات فيما يخص التطورات في اسبانيا. خليكم معي ونشوفوا كل شيء بالتفصيل. رجعت معكم الاخوان، اول شيء كنتمنى لكم جمعه مباركه، والله يدخل علينا هاد العشر الاواخر ان شاء الله باذن الله بالمغفره والثواب لله سبحانه وتعالى. ونتمنى ربي سبحانه وتعالى في هاد العشر الاواخر يرحمنا ويرفع علينا هاد الوباء ونرجعوا للحياه ديالنا العاديه اللي اشتقنا ليها بطبيعه الحال. غادي نشوفوا اخر معطيات الاخوان اللي طرات يعني في هاد اخر 24 ساعه في مدريد في اسبانيا بصفه عامه، وغادي نهضر لكم على واحد الامر اللي كيخص يعني كوميونيتي ساو توماس اللي مازال ما دازوش المرحله واحد منهم مدريد، منهم بزاف ديال الكوميونيتي ساو توماس حاليا مازال ما علنوش على شكون هما الكوميونيتي ساو توماس اللي يمكن لهم يدوزوا المرحله واحد واللي ما يدوزوش المرحله واحد، ولكن مدريد كيتاكد بانها ما غاديش تدوز المرحله واحد، ولكن غيخترعوا لها واحد المرحله جديده خاصه بها، وغادي نقول لكم شنو هي وعلاش بالضبط اخترعوها وبزاف ديال التفاصيل في هذا الفيديو. خليكم معايا حتى الاخير. طيب الحال في اخر 24 ساعه يعني تسجلت يعني بعض الارتفاعات يعني في بالاخص في عدد الكونتاكيوس، اما بالنسبه للعدد ديال الحالات يعني ديال الوفاه هي انخفضت. اخر 24 ساعه سجلت 138 حاله وفاه، والبارح كانت سجلت 217 حاله وفاه يعني في اخر 24 ساعه، اللي كيشكل واحد الانخفاض يعني بطبيعه الحال. وبالنسبه للاجمالي ديال الوفيات في اسبانيا كيتسجل في 27459 حاله من نهار دخل الوباء لاسبانيا. وبالنسبه للعدد ديال الاصابات سجل واحد الارتفاع اللي هو خفيف بزاف، البارح سجل 506 ديال الحالات، واليوم سجلوا 549 حاله في اسبانيا. بالنسبه يعني الاجمالي ديال الحالات ديال الاصابه من نهار دخل الوباء لاسبانيا كيتسجل في 230183 شخص اللي يعني تعادى بهذا الوباء. وبالنسبه للناس اللي تشافات في اخر 24 ساعه كيتسجل في 1400 شخص اللي قدر يتجاوز الوباء في اخر 24 ساعه. وفي الاجمالي نتاع الناس اللي تشافات من هذا الوباء كاين 144783 شخص اللي قدر يتجاوز الوباء. بالنسبه للناس اللي احتاجت انها تدخل المستشفى في اخر 24 ساعه يعني اوسبيتاليزاسيون، ما كنهضروش على اونيداد يعني دي كويدادوس انتنسيفوس اللي هي العنايه المركزه، كنهضروا غير على لاوسبيتاليزاسيون، دخل 346 حاله اللي دخلات يعني للمستشفى في اخر 24 ساعه. وفي التوتال يعني الناس اللي يحتاجوا المستشفى يعني في التوتال ديال من نهار اللي بدا الوباء هي 124571 من 230183 ديال الناس اللي تصابوا يعني بالوباء بصفه عامه، يعني نقدروا نقولوا تقريبا النصف نتاع الناس احتاجوا انهم يدخلوا المستشفى. وبالنسبه يعني للعنايه المركزه في اخر 24 ساعه 29 شخص دخلت العنايه المركزه، والتوتال نتاع الناس اللي احتاجت العنايه المركزه في اسبانيا من نهار بدا الوباء هذا هو 11493 شخص اللي احتاجوا العنايه المركزه. طبيعة الحال في اخر الايام ديال هذا الوباء هذا هنا في اسبانيا العنايه المركزه انخفضت بزاف، يعني كاين واحد الانخفاض كبير في العنايه المركزه، ولكن هذا ما يمنعش ان الدوله مازال دايره الحذر، مازال موجده لاي يعني تصاعد ولا اي يعني مازال اليرتا، مازال استاد الارما، مازال بزاف ديال الامور، لان هذا الامر هذا يعني غير المقاييس في العالم كامل ماشي غير في اسبانيا، فلهذا لا زالوا يعني حاذرين وكياخذوا كيتواخذوا الحذر باش ما يرجعوش يعني يوقع لهم نفس المشكل اللي وقع في الاول، وتفاجئوا ان الانظمه الصحيه ديال العالم ما كانتش موجوده حتى تواجه واحد الوباء اللي هو يعني مستجد. فلهذا العالم كامل دابا حاليا كيعيش هذا الاستادو ديال الارما، وبزاف ديال الناس كيبقى يعني التساؤل عندهم فوقاش غادي يرجعوا للحياه العاديه. ضروري ما ترجعوا للحياه العاديه ان شاء الله باذن الله، ضروري ما غيكون الفرج ان شاء الله باذن الله، غير هو كيخص يعني مادام هذا الامر هذا مستجد ومادام
يعني هذا الشيء هذا ما كانش يعني في الحسابات ديال الدول بصفه عامه، والدول العظمى بصفه عامه، منهم امريكا ومنهم الصين، منهم شحال من دوله يعني. فكيخص يعني الحذر، ثم الحذر قبل ما يرجع الانسان لحياته العاديه. غادي نشوفوا دابا بالنسبه لهذا الامر اللي هضرت لكم عليه ديال الخروج من مرحله، من المرحله ديال الصفر والعبور للمرحله واحد. طبعا بحال كما عرفتوا مدريد هي العاصمه، وهي دايره لهم واحد المشكل كبير يعني اقتصاديا، بزاف ديال الامور باغيين يعني نعشوا الاقتصاد في مدريد، لان راه مشكل الا ما رجعش الاقتصاد كيف ما كان، راه بزاف ديال الخسائر، بزاف ديال الناس يعني استريسادا، الناس اللي بالاخص الناس اللي عندهم مطاعم، اللي عندهم مقاهي، اللي عندهم يعني بالاخص نيغوسيوس بيكينيوس، ما كنهضرش على لاس مونتي ناسيوناليست، الناس اللي عندهم شركات كبيره وداك الشيء شويه يعني راه مازالين كيقاوموا، ولكن كنهضروا على المحلات الصغرى يعني سيتوس كوميرسياليس، اللي عنده يعني امور بحال هكا يعني كيسينوا يعني كيف فوقاش تحل هذا الاقتصاد هذا، فوقاش ترجع واخا على الاقل غير هذه المرحله واحد، ما يبقاش بنادم جالس في الدار يخرج يدير شي حاجه، يحاول يخدم ويجيب واخا غير النصف نتاع داك الشيء اللي كان كير الارباح اللي كان كيربح قبل، ولو كيتمناو غير النصف نتاع الارباح اللي كانوا كيربحوا قبل. فلهذا من بعد يعني الاخذ والعطاء في هذا الامر هذا، كما قلت لكم البريسيدنتا ديال مدريد كتقترح انها ترجع للمرحله، تدوز لمرحله واحد، كتعطي بزاف ديال الحلول، بزاف ديال الامور، النقاشات مع الغوبيرنو، ولكن الكوميتي تكنيكو ديال اللي كيامر في هذا الشيء هذا، الناس المختصين اللي كيشوفوا يعني فوقاش كل منطقه خصها تدوز، فوقاش كل منطقه خصها تنتظر شنو هي المنطقه، هذاك الكوميتي هذاك ما قررش ان مدريد يمكن لها تدوز، لان مدريد كانت وباقة هي البؤرة ديال الوباء، هي المركز ديال الوباء منين كينتشر لإسبانيا كاملة، فلهذا ما بغاوش يغامروا ويخليوها تدوز. غادي نقراو هذا الخبر هذا وغادي نشوفوا بالتفصيل شنو هي هذا التخفيف اللي بغاو يديروا لمدريد وبعض المناطق يعني اللي ما يمكنلهاش تدوز لمرحلة واحد، ونفهموا شنو كاين بالتفصيل. سيغون انفورما لا كادينا سير المينيستيريو سانيداد با بلانتيار على كوميونيا دي مدريد مانتينير ان لا فاسي سيرو al territorio, pero estudia la posibilidad de establecer alguna medida de alivio. يعني على حساب يعني التقارير اللي عطات هذه الجريده هذه، قالت بان وزاره الصحه كتقترح على مدريد انها غتبقى في مرحله الصفر، وهادشي عرفناه البارح ماشي عاد اليوم، يعني البارح كنا عرفنا بان مدريد ما باقيش غادي تدوز لمرحله واحد، ولكن كتقترح عليها بعض يعني الطرق لتخفيف الحجر الصحي، يعني بعض الطرق. شنو هما الطرق هادو؟ غادي نشوفهم دابا بالتفصيل. Fuentes del gobierno autonómico madrileño han confirmado al citado medio que el ministerio les ha transmitido que se va a celebrar esta mañana una reunión técnica en la que quieren hablar de flexibilizar las medidas. A pesar de ello, no se han concretado dichas medidas. يعني اقترحوا عليهم انهم غينقصوا لهم من المديدات يعني ديال الكونفينامينتو، ولكن ما قالوش كيفاش غيكون هادشي، ولكن كاين واحد الاقتراح اللي اقترحته لا جينيراليتات ديال برشلونه ولا لايونتامينتو ديال لا كوميونيداد ديال برشلونه على لا كوميونيداد دي مدريد. شنو هو؟ اس ديسير اكسيدير او لا فاسي انترميديا لا فاسي 0.5. بداو دابا كيختاروا، بغاو يديروا واحد المرحله اللي كتكون ما بين الصفر وما بين الواحد، اللي هو مرحله 0.5. المرحلة 0.5 غادي نجيكم من الاخر، حنا عايشينها هادي يعني، فاش دخلت نشوف نقرا ونشوف يعني كيفاش هي المرحلة 0.5 وشنو غادي تحسن فيها وشنو ما غاتحسنش فيها، لقيت راه حنا عايشين فيها ملي بدينا في المرحلة الصفر، ملي بدينا في المرحلة الصفر وحنا عايشين في هذه المرحلة 0.5، عمرها كانت المرحلة الصفر، هي كانت هذه المرحلة 0.5، مدريد كتعيش مرحلة الصفر من نهار بدات يعني نهار بدينا المرحلة الصفر، حنا كنعيشوا مرحلة 0.5. قال كيستو بيرميتيريا الابرتورا ديال الاكتيفيتات كوميرسيال سين سيتا بريفيا، قال لك اسيدي هذا الشيء هذا شنو غيسمح؟ غيسمح غير الاكتيفيتات كوميرسيال سين سيتا بريفيا. كيفاش الاكتيفيتات كوميرسيال سين سيتا بريفيا؟ يعني ان باش تمشي تشري واحد التورنيو واحد الفيريتيريا ما تحتاجش تعيط باش تمشي تشري ذاك التورنيو. حنا اصلا ملي دزنا المرحله صفر المحلات التجاريه اللي حلات حتى شي واحد فيهم ما علق رقم الهاتف باش تاخذ سيتا بريفيا من غير الحلاقه، الحلاقه هما الوحيدين اللي علقوا الارقام ديال الهاتف ديالهم باش الانسان ياخذ سيتا بريفيا. اش داروا المحلات التجاريه؟ حلوا المحل ديالو، كيخلط الانسان كيبغي يقضي الشغل ديالو، كيلقى واحد داخل في المحل كيبقى كيساين على برا. هذا هو الطريقه اللي راه غاديه في مدريد، والناس اللي عايشين في مدريد راه عارفين هذا الشيء. هذا كتوصل كتلقى الناس يعني كتلقى المحل التجاري عامر، كتبقى كتساين حتى كيخرج واحد،
بالنسبة للمحلات التجارية اللي ما فيهمش يعني المواد الغذائية، اللي فيها أمور اللي هي بحال مثلا لوكوتوريوس، بحال مثلا فريتارياس، هادو هما يعني اللي حلوا ابتداء من المرحلة الصفر، وهذه هي الطريقة باش كيتعاملوا. ما دايرين لا رقم الهاتف، يقدر يكون شي واحد معلق رقم الهاتف، ولكن الأغلبية ما كيتعاملوش بسيتا بريفيا. كيجي الشخص ما غاديش يعيط الشخص باش يشري تورنيو، يعيط التليفون باش يمشي يشري تورنيو، كيخلط الفريتارية، كيلقى الناس واقفين تماك يعني كيساينوا، كيطلب التورنو ديالو، يعني شكون اخر واحد غيدخل كيقولوا ليه انا، كيبقى كيسين موراه، وكتبقى الامور غاديه هكا. دابا شنو قال لك؟ قال لك الطريقه ديال الاليبيو هي اننا نحيدوا السيت اب بريفيا، يكون ليميتاسيون دي افورو. ليميتاسيون دي افورو كانت يعني من الاول، يعني ما كيدخلوش الناس كاملين المحلات. يسين ابيرتورا دي تيراساس ني لاس فيزيتاس فاميلياريس ني ريونيونيس سوسياليس، وما غاديش يديروا ابيرتورا ديال التراساس، يعني ما يحلوش التراساس للناس باش ياخذوا قهوه ولا ياكلوا شي حاجه في الزنقه. وسين يعني بيسيتاس ديال فاميلياس، غادي نبقاو يعني ما نزوروش العائله ديالنا، يعني نفس الشيء ني ريونيون سوسياليس، هي المرحله الصفر. يعني شنو بغاو يديروا؟ بغاو يوهموا مدريد انها كتقدم، بغاو يوهموا مدريد انها كتقدم وهي ما كتقدمش. شوفوا المهم من هذا الشيء كامل، هذا حنا كان 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 يعني كان كان في نطاق يعني النكته والمزحه. المهم في هذا الشيء هذا هو ان الوباء ينقرض، الوباء يمشي، ماشي مهم نتاخروا اننا ندوزوا مرحله واحد يعني اسبوع ولا اسبوعين ولا 3 اسابيع ولا شهر، المهم هو ان الوباء يندثر، هذا هو المهم. لان نوبالي كما كنقولوا يحلوا لنا المرحله واحد وندوزوا فيها اسبوع ونرجعوا لمرحله ما قبل الصفر، يعني هذا الشيء هذا اللي ما اللي نوبالي، يعني هذا الشيء اللي ما يمكنش يديروه. فلهذا كوميتي تكنيكو هي رئيسة يعني مدريد، مليحة على أن مدريد دوز للمرحلة واحد، فلهذا كيخترعوا لها الطريقة هذه نتاع تسكات، نتاع سكتوها يعني عفاكم، سكتوها ديروا لها 0.5، سكتنا راسنا، فرعتنا راسنا، راه ما غاديش تدوز مدريد للمرحلة الواحد الإخوان. إن شاء الله مني غادي يبانوا المراحل، المناطق اللي غادي تدوز المرحلة واحد، اللي ما كانتش دايزة المرحلة واحد، غادي نحاول ندير إن شاء الله في اللايف اليوم ونشرح لكم كل شيء في التفصيل، يعني في الوقيتة ديالنا مع 11 ونص كيما كل نهار. ونقدر ندير واحد الفيديو اللي نشرح فيه للناس، يعني نقدر ما عرفتش حساب يعني التساؤلات ديال الناس كثيرة حول الباخرة اللي غادي تخرج من طنجة المتوسط نحو بورتو دي مالاغا. هذيك الباخره هذيك كاين بزاف ديال التساؤلات ديال الناس اللي ما عندهمش سياره، اللي ما عندهمش هذه، اللي ما هذه ما هذه، المهم بزاف ديال التساؤلات ما غاديش نقدر نجاوب على واحد بواحد. غادي نحاول نلخص كل شيء وغادي ندير فيديو ونشرح لكم كل شيء بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. نتمنى هذا الفيديو يكون لقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كان معكم زبير المرزوقي بقناه زبير المرزوقي، مساحه المهاجرين في اسبانيا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر ومدار اخر، وتكونوا في احسن الاحوال. السلام عليكم.